أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله عز وجل جعل للصيام أحكاما وآدابا ينبغي للمسلم أن يعرفها وأن يعمل بها. فمن ذلك أن الله عز وجل جعل للصيام وقتاً محدوداً جاء تحديده صريحاً في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. والخيط الأبيض المراد به بياض النهار، والخيط الأسود المراد به سواد الليل، فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بن حاتم في الصحيحين أنه قال لما نزل قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كان أحدنا يأخذ عقالاً أبيض وعقالاً أسود عند وسادته، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يعرض الخيطين ويميز بينهما. فأنزل الله عز وجل من الفجر، وفي رواية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وقول ربنا عز وجل حتى يتبين، التبين إنما يحصل باليقين، أي حتى يتيقن الصائم أن الفجر قد طلع وأن ضوء النهار قد ظهر. فإذا تبين من هذا فإنه يكف عن الطعام والشراب.
ويستثنى من هذا ما خرجه أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع النداء أحدكم وفي يده إناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني وغيره. إذا سمع النداء أحدكم والإناء في يده، أي يريد أن يشرب أو الطعام في فمه، فأذن المؤذن، والأصل أن أذان المؤذن إنما يكون عند طلوع الفجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يضعه حتى يأخذ حاجته منه، أي فيجوز له أن يشرب أو أن يأكل ما في فمه بعد أن يسمع المؤذن. أما إذا سمع الأذان والطعام لا يزال موضوعاً في الأرض أو في الإناء فلا يأخذ منه شيئاً، إنما جاءت الرخصة إذا كان الإناء في يده يريد أن يشرب، أو ابتدأ الشرب أو الأكل فسمع الأذان، فإنه في تلك الحال يقضي حاجته ثم يمسك عن الطعام والشراب. أيضاً يفيد هذا سنية تأخير السحور، فيستحب للصائم أن يؤخر السحور إلى قبيل الفجر، والسحور من السنن التي جاء تأكيدها والأمر بها والترغيب فيها، فجعله النبي عليه الصلاة والسلام فارقاً بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، وجعل الخيرية بالسحور، وسماه عليه الصلاة والسلام بركة، فقال: تسحروا فإن في السحور بركة، بركة في التقوي على الصيام، بركة لما يقوم الصائم في وقت السحر فيذكر الله ويستغفره في وقت مبارك، بركة لما يكون عونا للصائم على أن يبكر بالمجيء لصلاة الفجر لما يؤذن المؤذن وهو غير نائم، وهو سنة مؤكدة، ويستحب تأخيرها إلى قبيل أذان الفجر. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا لصلاة الفجر، يعني أن السحور كان قبيل الأذان، فرغوا من السحور عند الأذان، فهذه سنة كادت أن تكون منسية عند عامة الناس إلا من رحم الله. وزاد بعض الجهلة فابتدعوا ما يسمى بالإمساكية، أن يمسك الصائم قبل الأذان بربع ساعة أو بثلث ساعة أو بنصف ساعة، ويقولون هذا من باب الاحتياط، وهذه الإمساكية تخالف سنة تأخير السحور التي جاء الأمر بها في عدد من الأحاديث. فلا ينبغي للمسلم أن يخالف ما جاءت به السنة وما ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يعلم المؤذنون أنهم مؤتمنون على صيام الناس، فلا يجوز للمؤذن أن يؤخر الأذان تأخيراً فاحشاً فيطلع الفجر ثم يؤخر الأذان، كما قد يفعله بعض الجهلة فيقول: فلان أتسحر فأتركه يأكل حتى يشبع ثم نؤذن، لا يجوز. وأيضاً لا يجوز له أن يؤذن قبل طلوع الفجر، فإن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة وظهر الفجر وتبين فعند ذلك يرفع المؤذن الأذان ويكف الصائم عن الطعام والشراب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ولما ذكر الفجر الصادق والفجر الكاذب قال: فأما الفجر الكاذب فلا يحرم طعاما ولا تحل فيه الصلاة، أي لا يحرم الطعام على الصائم، وحتى لو سمع أذان أحد يؤذن قبل طلوع الفجر
فإنه لا يحرم عليه الطعام بل يأكل ويشرب حتى يسمع أذان من هو يؤذن عند الوقت، أو إذا كان هو بنفسه يميز طلوع الفجر من غيره. ثم قال ربنا عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل. والمراد بالليل غروب الشمس، فإن الليل الشرعي يبدأ توقيته من غروب الشمس، أي بدخول وقت صلاة المغرب. وقد جاء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المغرب، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المشرق، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أي فقد دخل وقت إفطار الصائم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما سقط قرص الشمس قال: يا بلال قم فأذن، أي أذن المغرب. فقلنا: يا رسول الله، إن عليك نهارا، لازلنا في نهار، الآن سقط قرص الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فاجدح لنا وأذن. فقام بلال وهيأ له الوضوء ثم أذن. قال ابن أبي أوفى: ولو قام أحدنا على ظهر بعيره لرأى الشمس. وهذا من باب المبالغة، ليؤكد ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أو أمر بالأذان لما تحقق من غروب الشمس. وكما أنه لا يوجد إمساكية قبل أذان الفجر، فكذلك لا يشرع وقت احتياطي بعد غروب الشمس، تغيب الشمس ويتحقق المؤذن أن الشمس غابت وأنه لا أثر لها ظاهر فيؤذن، حتى ولو كان الضوء مسفرا لا يضر، لو كان لا يزال الضوء قويا يؤذن ولا حرج. فهذا من السنن العظيمة التي ينبغي التميز بها عن عامة الناس وجهلتهم. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فينبغي العناية بهذه السنة والعمل بها. ومما يستحب فعله للصائم أنه يستحب للصائم أن يعمر وقته بذكر الله تعالى وطاعته. قبل ذلك يجب عليه المحافظة على الفرائض والواجبات فيؤديها في أوقاتها وعلى الوجه الذي أمر الله عز وجل به، فإن الغاية من الصيام تحقيق تقوى الله عز وجل لعلهم يتقون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فينبغي علينا أن نجعل الصيام مدرسة لنا في التدرب على عبادة الله وطاعته وفي اجتناب المعاصي والمنكرات. ومما يستحب للصائم أنه لا بأس باستعمال السواك في أول النهار وفي وسطه وفي آخره، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن السواك بعد الزوال، بل هو سنة مستحبة في جميع الوقت. بل إذا أراد أن يستخدم معجون الأسنان وهو صائم فإنه يجوز، بشرط أن يأمن عدم دخوله إلى حلقه وإلى بطنه. ويجوز أيضاً أن يتذوق الطعام إن احتاج، كما ثبت عن ابن عباس وغيره: لا بأس أن يذوق الصائم طعاماً. من ذلك: إذا كانت امرأة تطبخ طعاماً أو رجل يطبخ له طعاماً للإفطار، فأراد أن يتحقق من ذوق الطعام فيذوقه بلسانه ثم يلفظه ولا يبلعه، يجوز هذا عند الحاجة وليس فيه حرج، لأن المحذور إدخال الطعام إلى البطن. كما أنك لما تتوضأ تتمضمض فتدخل الماء في فمك وتمجه بفمك
كذلك يجوز ذوق الطعام إن احتاج لذلك وليس في ذلك حرج. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ومما يجوز للصائم فعله أنه يجوز له أن يحتجم وهو صائم، وهو مذهب جمهور أهل العلم، ويقاس على الحجامة سحب الدم إن احتاج، كأن يكون شخص مريضا يحتاج إلى قربة من الدم فيؤتى إلى رجل بخير معافى فيسحب له كمية من الدم، يجوز هذا قياسا على الحجامة. ومن حرم هذا ونهى عنه فعلى قوله بتحريم الحجامة للصائم، والصحيح جواز الحجامة للصائم ومثله جواز سحب الدم له. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وأعطى الذي حجمه أجره، فدل ذلك على الجواز. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فإنه منسوخ، كما نص على ذلك الإمام الشافعي وابن شاهين في كتابه الناسخ والمنسوخ، فيجوز. لكن خروجا من الخلاف واحتياطا يؤخر الحجامة إلى بعد الإفطار فيحتجم في الليل، لكن قد يحتاج لهذا في مسألة سحب الدم إذا كان شخص مريضا لا يستطيع أن ينتظر إلى الليل، فيجوز أن يسحب الدم من وهو صائم ولا يؤثر ذلك في صومه. وأما استخدام الإبر المغذية التي تقوم مقام الطعام والشراب فإنها تفطر الصائم، لأن حكمها حكم الطعام والشراب، بخلاف الإبر غير المغذية، إبرة العلاج، إبرة يستخدمها الشخص للحمى وما أشبه ذلك، فلا تؤثر على الصوم، لا تؤثر على الصوم. ويجوز أيضا للصائم أن يغتسل بالماء البارد ليدفع حرارة الشمس وليخفف ألم العطش إن اشتد الحر، يجوز أن يتبرد بالماء وأن يسكب الماء البارد على رأسه حتى يخف ألم العطش، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كان صائما في يوم شديد الحرارة يصب على رأسه الماء البارد، أو كان يأخذ ثوبا فيبله بالماء البارد ثم يضعه على رأسه ليخفف ألم العطش، يجوز هذا للصائم فعله. ويحرم على الصائم كل ما ثبت أنه مفطر من الطعام والشراب والجماع والاستمناء وهو تعمد إنزال المني، فإن هذا يبطل الصيام، لأن حقيقة الصيام كما في الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فمن كان يستمني أي يتعمد إنزال المني فإنه ما ترك شهوته إلا، فيبطل صومه عند جمهور العلماء، بل نقل بعضهم الإجماع على أن الاستمناء يبطل الصيام. ومما يستحب فعله أيضا في ليالي رمضان المحافظة على صلاة التراويح والالتزام بها، فإنها سنة عظيمة مؤكدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع إمامه أي صلى الصلاة، صلاة التراويح كلها من أولها إلى آخرها، يكتب له قيام ليلة. بعض الناس يصلي التراويح فإذا وصل الإمام إلى الوتر يخرج ولا يصلي الوتر معه، لماذا؟ قال: من أجل أن أصليها في وقت السحر، في الوقت المفضل، يقال له: إنك بفعلك هذا تفوت هذا الأجر العظيم، كتب له قيام ليلة. فتصلي الصلاة كلها مع الإمام إلى أن ينتهي من الوتر، ثم إذا أردت أن تتطوع بشيء من النوافل المطلقة
جاز أن تصلي شفعا ركعتين ركعتين من غير وتر، فإنه يجوز صلاة السبع بعد الوتر، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى. فهذه من أهم الأحكام التي ينبغي للصائم أن يعتني بها وأن يتأدب بها أثناء صومه. نسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وفضله وإحسانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نسأله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على صيام هذا الشهر وقيامه، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم أعنا على صيام هذا الشهر وقيامه، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.